القرآن ميزته أنه يعطيك لكل حسب اختصاصه. الله يخاطب الكل في تخصصه. نحن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا العلم، فالعلماء ورثة الأنبياء. وتبين لهم أن الإنسان يولد مؤمنا بالله بفطرته. الله أكبر. وهذا لا يمنع أن نجد معاني جديدة تظهر باستمرار، يعني هذه الآية سبحان الله سوف يظهر لها معاني جديدة في المستقبل. هذا ليس كل شيء. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يقل أريناهم آياتنا أو رأيتم، قال سنريهم. صيغة المستقبل، مستقبل السين، وستظل. نعم. طيب إلى متى ستظل يا رب؟ حتى يتبين لهم أنه، ما دام هناك ملحد لم يتبين له أنه الحق، سوف تبقى هذه الآيات مستمرة. جميل هذا التفسير. نعم. الرائع. هل الإعجاز العلمي يتكلم عنها أم هو يتكلم عن أمور الكون فقط؟ لأن هذه شبهة يثيرها بعض المشككون في موضوع الإعجاز العلمي. يعني أنا أخاطب كل ملحد الآن، أنت يا من تشكك بالقرآن وكتبتم على الإنترنت كثيرا أن القرآن فيه خطأ علمي وادعيتم أن هذا التعبير خاطئ، فتبين أن التعبير القرآني أدق من التعبير العلمي. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فكيف أيها الإنسان أنت تتكبر علي وتتعالى، فلتنظر مما خلقت، خلقت من ماء دافق. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الله. نمت. الله. وأنبتت من كل زوج الله بهيج. أتستمع بعد ذلك إلى من يقول إن القرآن من صنع بشر؟ لا والله، إن القرآن كلام رب القوى والقدر جل في علاه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه.